في السنة العاشرة لبرنامج الفساد، غاد عيد تسأل الوزراء كيف تواجهون الفساد في إدارتكم؟ أنا تقدمت بأكثر من 20 شكوى، أنا وقعتهم موجهين للنيابة العامة التمييزية أو النيابة العامة الاستئنافية حسب المحافظة. نعم. اللي تم فيها الجرم. شو بدي بالقضاة؟ نعم. راحوا مجلس تأديبي. نعم. تنظيف الداخلي فيك تبين عدل، أحيله أمام مجلس تأديبي. عندنا كتاب اثنين، واحد هلأ بالسجن. حلقة استثنائية من قصر العدل في بيروت، تقييم لقضايا لاقت حلولاً، علماً أن البرنامج لم يوصد الباب يوماً أمام قاصديه ليكون منبراً لكل الناس. 9 سنوات ننقل صوت الناس ومستمرون. عنوان الحلقة المقبلة من برنامج الفساد، الأربعاء 9:15 مساء على الجديد.